اهلا بحضراتكم من جديد، ومن منطلق رسالتنا في برنامج الابطال بنتابع اولاد النادي الاهلي في كل مكان. دينا مشرف لاعبه التنس، تنس الطاوله، او بنت النادي الاهلي وبنت طبعا العظيم دكتور علاء مشرف. الحقيقه بالرغم ان هي ما بتلعبش دلوقتي مع النادي الاهلي، بتلعب مع فرقه لانجشتاد الالماني وبتلعب في الدوري الالماني دلوقتي، ولكن احنا متابعين اخبارها. دينا الحقيقه تاهلت لكاس العالم لتنس الطاوله في شهر فبراير اللي فات، وكانت البطوله في تونس طبعا قبل جائحه كورونا والقصه دي. هتلعب البطوله كاس العالم في مدينه وهاي الصينيه من الفتره من 8 ل 10 نوفمبر اللي احنا فيه. 21 لعيب هيشاركوا، منهم دينا مشرف اللاعبه الافريقيه الوحيده اللي هتشارك في كاس العالم. الحقيقه شرف كبير، وهي سفيره فوق العاده بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لمصر كلها. بتمنى كل التوفيق لدينا، واحنا متابعينك يا دينا ان شاء الله، وهنتابع نتائجك، لان الحقيقه لما تلاقي لعيبه مصريه افريقيه وحيده وسط 21 لعيبه او عظماء اللعبه في كاس العالم، ده حاجه كويسه جدا. ومناسبه يعني ان شاء الله احنا مطمنين عليك يا دينا، لان الصين دلوقتي بالرغم ان هي كانت بدايه فيروس كورونا، ولكن هي دلوقتي بقت من امن الاماكن من هذا الفيروس.